ده أيمن مواليد امبارح الصبح، لسه في 6 ابتدائي وما بيفكرش غير في شيماء زميلته في الفصل، ونفسه إنها تحبه زي ما هو بيحبها، وممكن عشان خطيها يعمل أي حاجة. فجأة دخل عليه أبوه وهو بيلعب على اللاب، قال له مش هتبطل يالا فرجة على الحاجات الزبالة اللي بتتفرج عليها دي، أخرتك هتبقى وحشة. المهم أنا مسافر يومين تبع الشغل، اعمل أي حاجة حرام، المهم ما تقربش من الطيارة الديون لأنها عهدة وتبع الشغل. دول بقى صحابه هاني ومعتز. هاني عامل فيها أجمد واحد في العالم وهو وافق أصلا ومحدش بيهتم بيه، ومعتز غلبان يا عيني وعلى نياته واللي في قلبه على لسانه. وهم قاعدين بيلعبوا جم زمايلهم اليوشين بقى وقالوا لهم معانا بيه تشربوا. قام هاني قال لهم يا ابني ده أنا ما بعرفش أروح المدرسة من غير ما أشرب لي إزازتين على غيري، عشان يبان جامد ويوش وكده. وفعلا أيمن شرب بق، بس هاني مقدرش يشرب، والعيال قعدت تتضايق عليه ويقولوا له المية الجاية هنبقى نجيبها لك في البزازة. بعد كده بقى لما الواد سيد زعيم العيال الأشقية عرف باللي عمله أيمن وإنه شرب بيه، قرر إنه هيعزمه على حفلته في البيت، وكمان الحفلة دي هتحضرها شيماء، وكمان هيبقى فيها لعبة البوس، يعني كمان ممكن يقدر يبوس شيماء. فطبعا ما قدرش يرفض، وفضل يتحايل على أبو السيد إنه يعزم هاني ومعتز كمان، ووافق سيد. وراح أيمن قال لأصحابه الكلام ده ففرحوا جدا. بس كان في مشكلة، أيمن عمره ما باس بنت، فدخلوا على النت وكتبوا كلمة بوس، بس طلعت لهم حاجات وحشة قوي طبعا، فقفلوا اللاب بسرعة. وابو هاني كان عنده عروسة لعبة كبيرة قوي كده، فحاولوا انهم يدربوا نفسهم عليها برضو، بس الموضوع منفعش، وكان الحل الوحيد انهم لازم يشوفوا اتنين كبار بجد بيبوسوا بعض. واقنع هاني ايمن انه يسيق طيارة ابوه الدرون ويتجسس من خلالها على جارتهم وهي بتبوس صاحبها، ووافق أيمن طبعا لأنه مستعد يضحي بأي حاجة عشان حب عمره شيماء. وفعلا استخدموا الطيارة وقعدوا يتجسسوا على البنات على أمل يحصل أي حاجة، بس ما عطلش أي حاجة، والبنات قدرت كمان إنها تمسك الطيارة، وما كانش قدامهم حل غير إنهم يروحوا ويستعطفوا البنات إنهم يدوهم الطيارة من تاني. بس طبعا البنات ما يديوش يدوهم أي حاجة وقعدوا يهزقوهم، بس هاني بكل خباسة قام سايق شنطة البنت، والمشكلة اللي كان فيها مخدرات بتاعة البنات، بس هما ما يعرفوش كده. فقامت البنت اتصلت بيهم وقالت لهم يرجعوا لنا شنطتنا وهنديكوا الطيارة بتاعتكم، فخافوا ليكون ده فخ. فقام أيمن قال لهم هتقابلونا بكرة الصبح قدام جنينة المدرسة تسلمونا ونسلمكم. وتقابلوا فعلا، بس العيال قعدوا يقولوا أي هبل لحد ما صاحبة البنت اتنفذت عليهم وقالت لهم هاتوا المخدرات بقى وخلصونا بدل ما اجي اقتلكم. فالعيال قعدت تصيخ وتقول بتشربوا مخدرات يا صيع، احنا هنجيب البوليس يقبض عليكم، بس اكتشفوا ان المخدرات معاهم وان لو البوليس جه هم اللي هيتقبض عليهم، ففكروا انهم مش هيدوهم المخدرات ويضحكوا عليهم، وادي ايمن انه يشغل الطيارة بموبايله وخدها منهم، وكانوا فرحانين جدا، بس لم يكن يعلم ان فرحته لن تكتمل، وقام البص خبط الطيارة. والعيال افتكروا انهم هيبوا من البنات، بس برضو البنات فضلت مستنياهم قدام مدخل المدرسة، وما كانش قدامهم حل غير ان معتز اتصل بفريق الحماية المدرسية وقعد يقول 3 عيال غلابة في خطأ من بنتين متوحشتين، وجم فعلا فريق الحماية المدرسية وقدروا انهم يحموهم ويدخلوهم المدرسة وسط ضحك طبعا من كل طلاب المدرسة. وبعد كده اتفقوا انهم لازم يشتروا طيارة ديون تانية بدل اللي اتكسرت، عشان لو ابو ايمن يجع وملقاش الطيارة هيعاقبه ومش هيروح الحفلة، وده معناه انه كده مش هيقدر يبوس شيماء. وجهزوا نفسهم ويكبوا عجلاتهم، بس لقوا البنات في وشهم وحاولوا انهم يهربوا من البنات، فبنت منهم نزلت تجي وراهم وكانت خلاص هتمسك معتز لحد اما خبط في عربية وضياعه اتخلع من مكانه. وبعد كده قعدوا يحاولوا يرجعوا ضياعه لمكانه من تاني، وقدروا فعلا انهم يصلحوا ضياعه. بعد كده دخلوا سوبر ماركت عشان يجيبوا اي حاجة ياكلوها او يشربوها، فشافوا ظابط، قام معتز قال له على كل حاجة واداله المخدرات كمان وهيبوا، وكانوا خلاص وصلوا للمول. بس كان في مشكلة ان المول قدام طريق سريع، فأيمن قال لهم احنا في سنة 6 ولا لسه في سنة 5، حتة الطريق سريع مش هنعرف نعديه. وعدوا الطريق فعلا وقعدوا يتكلموا في نص الطريق لحد ما العربيات بقت تجي بسرعة جنونية، فقعدوا يجي وسط العربيات وهم عمالين يصوتوا، بس قدروا انهم يعدوا بسلامة، بس طبعا العربيات كلها خبطت في بعض. وراحوا المول سألوا على الطيارة الديون، قامت الموظفة قالت لهم اخر واحدة لسه بايعينها البنتين، طلعوا هما نفس البنتين والبنات اتفقوا معاهم لو ادتونا المخدرات هنديكم الطيارة. فحاولوا يضحكوا على البنات ويحطوا لهم لبان مكان المخدرات، بس البنات عرفت طبعا انه لبان. فقام ايمن عشان شيماء ممكن يضحي بحياته قال لهم انا هشتري لكم مخدرات، وراحوا فعلا للواد الديلر اللي بيبيع المخدرات، بس ما يديش يديهم حاجة،
فقعدوا يضيبوا في كل الشباب اللي هناك لحد ما يدوا انهم يساووا المخدرات ويجوا بسرعه يركبوا العربيه مع البنات. ويدي ايمن انه ياخد الطياره منهم فعلا، بس للاسف ابوه اتصل وقال له انه يرجع البيت دلوقتي حالا، فما كانش قدامه حل غير انه يطير الطياره وتوصل البيت قبل ما ابوه ما يوصل. بس اصحابه قالوا له حاسب تكسر اي حاجه، قال لهم يا ابني ده انا حافظ بيتنا صم. وقدر فعلا انه يرجع الطياره لمكانها قبل ما ابوه ما يوصل، بس طبعا كان بوظ الدنيا كلها وخرب البيت خالص. فابوه عاقبه ومنعه من انه يروح الحفله طبعا، بس ايمن طلع شهم وشال الليله كلها ما جابش سي تاني ولا معتز. وقعد ايمن يفكر في شيماء وقال زمان حد تاني هيبوسها مكاني، وقعد يعيط لحد ما جاله معتز وقال له يلا بينا يا صاحبي انت كده كده متعاقب، فخليهم يزودوا عقابك مش فايقه، المهم تحقق حلمك وتبوس شيماء. وراحوا الحفلة فعلا، وكمان هاني كان جايب معاه ازازة بيئة وشيب بيئة قدام باقي العيال عشان محدش يتريق عليه تاني، وقعدوا يلعبوا لعبة البوس. بس للأسف جه دوري اللي هيبوس شيماء قدام هاني، بس هاني قال لهم انا مش هكمل وما رضيش يبوس حبيبة صاحبه برغم ان باقي العيال افتكروه عيل وخايف يبوس. وبعد كده قال لأيمن روح لها دلوقتي من غير اي لعبة ولا اي حاجة واطلب منها انك تبوسها وحقق حلمك. وفعلا ايمن عمل كده وحقق حلمه وبس شيماء، وبقوا اصحاب لفاطيه وبعد كده صاحب غيها، ومعتز بقى في حته تانية، وهاني كمان بقى في حته تانية، وحسد الصحاب على لمتهم جت الحقيقه وفيقتهم. وبيخلص الفيلم على كده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ودايما كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برده، بس تحبني كومنت عشان ابطل.